طيب تعالى كمان الكونتكست بالمره يا باشمهندس، ده من مواضيع كده سهله خالص. الكونتكست مينيو زي ما قلت لك انك بتعمل لونج بريس على ويدجت بعينه وساعتها يطلع لك مينيو زي كده، اما تيجي على الكونتكست على الموبايل بتاعك وتعمل لونج بريس فتلاقي في مينيو كده طلعت لك، دي بنسميها الكونتكست مينيو. طب تعال نشغلها على نفس الاكزامبل اللي احنا فيه، هي شغاله بنفس الكونسبت. اه في عندنا اتنين ميثود، اون كرييت كونتكست مينيو وان كونتكست مينيو ايتم سيلكتد، هما الاثنين ميثود، واحده عشان تكاري تعمل انفليت للمينيو والتانيه عشان خاطر تهندل السيلكشن بتاعها. يعني يا باشمهندس انت عايز تقول ان في عندنا اون كرييت كونتكست مينيو اهي قدامنا اهي، اختارها تمام، وفي عندي ميثود كمان اللي هي تحتيها على طول اون كونتكست ايتم سيلكتد اهي كمان، ادي تو ميثودز بتوع المينيو. طب تعالى كده نضرب عصفورين بحجر، تعالى ناخد نفس المينيو نعمل لها انفليتر. انا هاخد نفس المينيو اهي اللي هي دي، جيت مينيو انفليتر دوت انفليت لنفس الفايل واحطها هنا في الكونتكست بحيث الكونتكست تطلع نفس المينيو، يعني مجرد بس ان احنا بنوفر وقت يعني. كنترول في اون كريت كونتكست مينيو تمام، يبقى هيطلع لي نفس المينيو بس كونتكست. و في الايتم سيلكتد نفس الكلام، هنعمل سويتش كيس هناخدها هنا كابي كنترول سي، ونيجي هنا في الكونتكست برضو انا هنا يعني اكبر شويه بقى يا باشمهندس، ده انت عمتنا معلش انا اسف. نرجع تاني هنا اهو وارجع عيد حته كده بسيطه اللي انا عملتها دي كلها تاني سريعا. انا قلت اون كرييت اوبشنز منيو دي خلاص خلصناها يا باشمهندس، وفهمنا ان في انفليت بيحصل للمنيو مين، والمنيو مين دي موجوده هي عندنا اللي حطينا فيها الايتمز. تعالى برضو هنا نشوفها، احنا حطينا هنا في سوري مش هو ده اصلا، مش هو ده خالص، هنتكلم على ده صح كده تمام. احنا يا باشمهندس هنا انت عملت ده كده ال on create options menu، انا براجع تاني اهو on create options menu ماشي. فهمنا منك ان انت رحت الكلام ده بيعمل انفليت للمين للمنيو مين اكس ام ال، وانت كل اللي عملته في المنيو مين اكس ام ال ان انت عملت 3 ايتم صح كده، ايتم فيه سيتنجز وايتم فيه سيرش وايتم فيه لوكيشن، وشفنا الكلام دوت جوه الاون كرييت اوبشنز مينيو. ازاي نهندل عليه بقى الايتم سيلكشن بتاعه؟ ففي عندنا ميثود اسمها اون اوبشنز ايتم سيلكتد، عملنا سويتش كيس على الايتم دوت، ده الايتم اللي انت تعمل عليه سيلكشن اللي هو الايتمز اللي جوه الاكس ام ال، قلت له والله سويتش على الاي دي بتاعه، كيس ان هو اكشن سيتنجز اعمل كذا، كيس ان هو اكشن سيرش اعمل كذا، كيس ان هو اكشن لوكيشن اعمل كذا. طيب بعد كده بكلم حضرتك على الكونتكست، قلت لك الكونتكست نفس المبدا بالظبط، هما اتنين ميثود بعمل لهم اوفر رايد، اون كرييت كونتكست مينيو وان كونتكست ايتم سيلكتد. اون كرييت كونتكست مينيو قلنا هنعمل ايه؟ هننفليت نفس المينيو، نفس المينيو بتاعتنا مينيو اندر سكور مين. طيب ده كده في الانفليت بتاعها، وفي الاون كرييت نفس الكلام، هاجي اعمل هنا ايه؟ هاجي اقول له نفس السويتش كيس كنترول في، اعمل سويتشنج على الايتم برضو على الاي دي كيس ان هو كذا يعمل كذا، نفس التوستس بالظبط. طب امتى تطلع بقى الكونتكست مينيو؟ هو ده الكلام بقى. اه باشمهندس احنا عايزين نطلعها فين؟ تعال نروح كده للاكتيفيتي مين، انا عايز اطلعها امتى؟ والله انا عايز اطلعها لما اعمل لونج بريس على التكست فيو ده، تكست فيو الجميل كده اللي نازل باي ديفولت بتاع هلو وورلد ده، عايزين نطلع عليه الكونتكست مينيو ده. حلو قوي، نعمل ايه بقى؟ نروح نديله اي دي، هنروح نديله اي دي ID اوكي، وهنقول ان الراجل دوت هنسميه TXT تمام. نرجع للمين اكتيفيتي، هنروح يا باشمهندس قصه بقى اللي زهقنا منها كلنا دي، هنعرف تكست فيو ريفرنس نسميه TXT مثلا، ونعمل فايند فيو باي اي دي، وهنقول له TXT ايكوال فايند فيو باي اي دي اوف ار دوت اي دي دوت TXT وسيمي كولوم تمام. ده يا باشمهندس هنا عندنا عايزين نعمل كاستنج صح كده، بدل ما نقعد نستنى اللمبه بتاعت الاندرويد نروح احنا نعمل تكست فيو اوكي كده عملنا كاستنج. حلو يا باشمهندس ماشي، انت عايز ايه بقى لما تلونج بريس على التكست فيو تطلع لي الكونتكست مينيو صح كده؟ طب في عندنا ميثود ظريفه قوي اللي هي بتشغل الكونتكست مينيو لصالح ويدجت بعينه، اسمها ايه بقى؟ اسمها ريجستر فور كونتكست مينيو، اللي هي اول واحده اهي ريجستر فور كونتكست مينيو، هختارها وبصلها الويدجت اللي انا عايز يطلع عليه المينيو اللي هو تي اكس تي بس كده، خلصنا الكونتكست مينيو.
الموضوع ظريف خالص. تعالى كده نران الكلام ده كنترول اف 5 ونشوف الايميليتر بتاعنا. يبقى انت دلوقتي يا باشمهندس لما تروح تعمل لونج بريس على التكست، بس تكست فيو دوت، هتلاقي عندك ايه؟ هتلاقي عندك الكونتكست مينيو بتاعك. تمام، مستنيينه يرن اهو، رن. تمام، بص الهلو وورلد اهي، انا هدوس عليها شويه بالماوس، هفضل دايس. ها بص هفضل دايس، طلعت لي المنيو اهي، سيتنجز سيرش لوكيشن، لو دوست على سيتنجز هلو سيتنجز. والله ده الموضوع ظريف وسهل برضو. الكونتكست مينيو ده هندوس تاني على هلو وورلد، هتلاقي طلع علينا برضو اهو. هندوس على لوكيشن، هتلاقي هلو لوكيشن كده الموضوع تمام. طب لو دوسنا في لونج بريس في اي حته تانيه يا باشمهندس على اكتيفيتي، هيطلع كونتكست مينيو؟ لا طبعا، انت عامل ريجستر على بس التكست. بص انا عمال ادوس اهو في اي حته تانيه، مفيش، انت عامل بس على التكست فيو. طب لو انت عايز تعمل على الاكتيفيتي كامله تعمل ايه بقى؟ فكر كده تعمل ايه. سامع واحد ظريف بيقول لك يا باشمهندس طب ما الموضوع بسيط خالص، لو انا عايز اعمل على الاكتيفيتي كلها كونتكست مينيو، هدي اي دي لمين؟ للي اوت. يعني هاجي هنا يا باشمهندس كده واقول للي اوت بتاعي دوت، انا هدي لك اي دي على اساس ان هو ده الاكتيفيتي يعتبر، ده اللي اوت الكامل الموجود اللي مالي الاكتيفيتي، صح كده؟ هدي لك اي دي هسميك ريلاتيف، وهروح في المين اكتيفيتي زي ما انت عملت يا باشمهندس في التكست كده، هروح كمان هنا كده اقول له ريلاتيف ده، تعال نعرف منه الاول ريفرنس، ريلاتيف لاي اوت، ريلاتيف لاي اوت نسميه ريل، ونعمل نفس القصه بالظبط. هنيجي هنا نقول له ان ريل دوت ايكوال فايند فيو باي اي دي اوف ار دوت اي دي دوت ريلاتيف ريل اللي احنا كنا معرفينه دوت. وهنيجي هنا نعمل ايه؟ هنيجي هنا نعمل كاستنج ل ريلاتيف، لان طبعا فايند فيو بترن ايه؟ بترن فيو. فاحنا نعمل كاستنج ريلاتيف لاي اوت، وبدل شانس ريجستر للتكست، لا هنريجستر على الريلاتيف. تمام، تعال نجرب بقى يا باشمهندس ان انت عملته ده هيعمل ايه. كده لما تعمل اي لونج بريس في اي مكان على اكتيفيتي، في اي مكان، لان انت حطيت خلاص ريجستر على اللاي اوت كاملا، فهيطلع لك الكونتكست مينيو. تعالى كده نشوف شغلنا ده مظبوط ولا مش مظبوط. I think موضوع الاوبشنز والكونتكست ده ظريف. بص انا هعمل لونج بريس، بص في اي مكان، وطلعت لي الكونتكست في اي مكان عندي. هعمل هنا مثلا لونج بريس اهي، تمام طلعت لي. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه كونتكست مينيو، يعني ايه اوبشنز مينيو اللي هي بيشغلها الاوبشن كي، وبنشغله طبعا بالايميليتر بتاع الاندرويد ستوديو من خلال اف 2.